الفلافل محتاجين لها ايه؟ محتاجين لها ربع كيلو من حمص الشام منقوع من قبلها ب 12 ساعه. اوكي، حزمه بقدونس دي هنقسمها نصين، تمام؟ فهناخد تقريبا منها ايه؟ هناخد الحزمه كامله؟ لا، نص الحزمه. نص حزمه بقدونس مفروم، نص حزمه من الكزبره المفرومه، البصله برضو ممكن تبقى بصلايه صغنونه قوي، وفصين توم، معلقه كبيره بيكنج صودا. دي انت غيرتي المقادير؟ كله نص. اوكي، يبقى نص معلقه من البيكنج صودا، نص معلقه كبيره من النشا، نص معلقه صغيره كزبره جافه، نص معلقه صغيره كمون، ملح وفلفل اسود وزيت للقليه. انا عشان عامله المقادير على اتنين، فعشان كده بقول لكم نص ولا كل ولا ربع ولا ايه بالظبط. احنا شايفين كده منقوع، دلوقتي هنفضي الميه اللي فيه خالص وهننزله من غير الميه. ده مهم جدا ان هو يتنقع. احنا دايما في الفول لما عملنا الطعميه بتاعتنا، الفول نقعناه قبلها ممكن باربع خمس ساعات، ما عنديش مشكله، مش شرط قبلها بيوم. وساعات الفول لما بيتنقع قبلها بيوم بيبوشها خالص، لكن الحمص بيبقى محتاج ان هو يتنقع كويس، تمام. استخدمت كمان تكه مش عارفه موجوده عندكم ولا لا في المقادير، بس حطيت شويه من الكرات. الكرات لذيذ جدا، وده انا خطفته كده من الطعميه بتاعتنا وقلت احطه مع الخضره والبصل والثوم والحاجات دي. فخلينا واحده واحده كده ننزل الاول الحمص. مش كل ما حطينا خضره كل ما كانت احلى، لا انا مش عايزه كده، انا عايزه الخضرة تبقى قليلة. ليه؟ عشان ما نغمقهاش ونسودها. هي متنكهة بأبسط المقادير. نحط بقى شوية من الخضرة كده. عايزين تحطوا كمان بصل اخضر؟ ما عنديش مشكله. فصين الثوم، ثانيه واحده نلم بس حاجاتنا من هنا. عندي كزبره والكمون والحاجات دي، خليها جنبي دلوقتي لما ادي ضربه كده الاول. تقليبة من الجناب كده، حاجة بسيطة. عايزة كمان حبة مية صغيرين قوي قوي قوي، هحط بس شوية مية صغيرين جدا. فين الكوباية؟ يلا بالمعلقة كده تقريبا بتاع يعني اربع معالق ميه. ومش عايزه دلوقتي احط اي بهارات.
هنفتح تاني ونبص هنشوف اذا كانت محتاجة محتاجة كمان ضربة ومحتاجة كمان ضربة ومحتاجة معلقة مية كده، مش عايزينها مية برضه، فعشان كده بحط المية بحساب. ابتدت ايه يبان لها ملامح كده زي ما احنا شايفين، هنحط عليها النشا وهنحط عليها البيكنج باودر او البيكنج صودا زي ما تحبوا بالشكل ده، كزبرة، كمون والملح. تعالوا نجيب الملح مع بعض، يلا كده، والفلفل الاسود القليل. تعالوا بقى ايه نعجنها كده بايدينا احسن. نحاول بقى ايه نعملها كده بايدينا على ما الزيت يسخن، لسه الزيت عندنا ما سخنش، عندنا سمسم ممكن نعمل كده، مش عايزه الزيت برضو يسخن قوي علشان بحب ابقى مطمنه ان هي استوت من جوه، فمش عايزه اللون من بره يغمق وهي من جوه تبقى لسه ما استوتش. نطمن عليها بس كده على الزيت الاول وبعدين نبتدي نرص. حاضر، هو اصلا ما ينفعش ارص، المفروض انزل على طول على ال يعني طيب نجرب كده. عايزين تعملوها ميكس فول على حمص تمام جدا برضو. عشان نطلعهم بقى كلهم شبه بعض تقدروا تستخدموا الايس كريم سكوب بتاعت الايس كريم دي. نفسي اجرب في طعميايا الحقيقه ومش عارفه اخد الخطوه ولا استنى. احنا معانا وقت قد ايه؟ معانا وقت لسه بدري، نستنى الزيت كلنا. لا مش للدرجات دي يعني، عشان قلت لسه بدري يا جمايل جمايل. طيب انا ممكن نجرب في واحده ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا احنا ونصيبنا. نعمل احجام كبيرة شوية، ننزل بيها كده بس بالراحة، هشة قوي على فكرة، هشة ولذيذة.
البيكنج باودر او البيكنج صودا مديها نفس كده فمش مكتومه يعني. خلاص باقي اخر واحدة. بصوا هعمل واحدة كبيرة قد ايه عشان الاستعجال. لا مش هعمل واحدة كبيرة، مش مقتنعة. خلاص خلصنا. يلا نجيب طبق بقى دلوقتي وعيش شامي. ممكن بس ما الحقش اعمل الساندوتش، فانتوا ايه في مكونات كده، طبق السلطه اللي قدامكم ده هتبصوا عليه وتحطوا بقى في الساندوتش من كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. فين الطبق اللي هطلع فيه؟ اهو بصوا الطعميه وجمالها، او مش هنقول عليها بقى طعميه، هنقول عليها فلافل عشان هي بالحمص، فمش هنقول عليها طعميه. عايزينها تستوي كويس قوي من بره ومن جوه، الزيت كانت درجه حرارته كويسه قوي، مش عايزينه عالي بزياده علشان نبقى اطمننا ان هي استوت من جوه. وهي هشه وجميله فهتبقى مستويه ان شاء الله. نلم الحاجات ونجيب طبق على المناديل. طلع كده اللي خلص ده. لو حابين بقى تشيلوها في الفريزر تشيلوها قبل ما تتبل، زي برضو الطعمية بتاعتنا بالظبط. يلا نطلع دول بقى كمان. اي حاجة بس فيها نقطة خضراء كده هنحاول نسيبها ازيد شوية وبعدين خلاص. متحمصة؟ ماشي متحمصة متقلقش اهي. تعالوا نرص دول كده على ما نحمص دول.